طبعا هذا الشارع في ذيان هيك حاره واحده بس الشارع، يعني تقريبا يمكن 20 كيلو 15 كيلو حاره واحده هي تطلع من حدود ذيان. سيفت كل الفيديوهات، يعني يمكن طافني يوم واحد ما ادري شو كان في التليفون ما رمت انزل، على العموم كل الفيديوهات بعد رحله 17 يوم بنزلهم على اليوتيوب كل يوم بيومه، شيء فيلم 40 دقيقه شيء فيلم 35 دقيقه كل شيء بنزله ان شاء الله. ناس كثير طالبين جدول، بس انا الحين كيف اقدر اسوي لكم جدول لان الرحله بعدها ما انتهت؟ فانا اقول يوم تنتهي الرحله بنزل لكم الجدول بالاسامي، باسامي الفنادق بالمناطق بكل شيء ان شاء الله. المونت بلانك المنطقة اللي راح لها اكتسبت شهرتها لأن عندها جبل ارتفاعه 4800 متر، سموها مونت بلانك معناها الجبل الأبيض. شوي كارفور بنسلم عليه بناخذ كم شغلة عنده. هذه المنطقة ما وصلنا مونت بلانك، بس هذه المنطقة على الطريق حصلناها. المونت بلانك تقع بين ثلاث دول حدودية، بين سويسرا وإيطاليا وفرنسا. الشباب دراجات يحاطون هذا. يعتبر موقع مونت بلانك ثالث موقع طبيعي على العالم بالنسبة لعدد السياحة أو السواح اللي يجونه. الزاع يصيح يقول كيف توديني عند الثلج والجماعة 50 درجة حرارة؟ مشان تيم الضايق، عشانكم الضايق، مشكلة نفسيا تعبان الحين. هذا طال عمارك مسالك، شوف ماله مسالك. توقف هني، توقف عند هالخط، توقف سب تدفع بيزات وتدش ان شاء الله. هالطريق بدينا نركب او نصعد الليبل طال عماركم، هذا هو الطريق شوفوا. باين عندكم الشلال مال ماي، هذا الطريق باقي 13 كيلو عن مونت بلانك. هذا الطريق الى مونت بلانك، شوفوا شو الثلج فوق كيف. هذا الطريق، طريق فنان ما شاء الله، طريق جبلي بس مرتب. المنطقة فيها طال عماركم فنادق، فيها فنادق اللي بياخذ يوم بس تيجي زيارة يوم كامل وتروح يعني. باقي 5 كيلو. وصلنا طال عماركم، هاي منطقة شاموني، بنحاول نصور لكم أهم الأماكن بس إن شاء الله نحصل باركن أول شيء، أقف لكم طيب إن شاء الله.
مساء الخير. اليوم لابس اللون البرتقالي عشان اذا جلبت في الثلج ابين يعني ما اختفي. تحياتي لكم. سوالف بالسوالف. المنطقة هذه منطقة سياحية فيها فنادق زي ما خبرتكم، فيها القفز بالمظلات، فيها تلفريك يوديك فوق عند الثلج، كوفيات، مطاعم، كل شيء فيها، فيها شارع للمشاة، فيها كل شيء. بوريك المنطقة ان شاء الله وصورك المنطقة كاملة ان شاء الله. بيعطيك ان شاء الله باخذ لك صبري. إذا لاحظتوا المكان كله محلات، كله شوبينج، مدينة صغيرة كلها شوبينج. شو حلو تتمشى بدرجة حرارة 18 لابس تيشيرت تحس بالبرودة الخفيفة هذه. السنة اللي طافت نفس السنة كنفس الوقت أكلنا في المطعم، مطعم إيطالي في الناصرة. ندور جاكيت حق الكابتن هزاع، أظني هذا المحل عدالنا في جاكيت. هزاع تبي جاكيت بابا؟ كاشخ أنت؟ كم واحد خذ آيس كريم هنبة مانجو غطي سوري، فقلنا من يربى بس. فنان تحس انه فرش طعم الهمبه يعني. المنطقه كلها محلات، شوفوا كلها محلات، الاوسس محل اوسس، محلات هدايا تذكاريه، مطاعم. قصت علي مزنه قالت لي تبادل. عمود يقول اعطني شوي بالطعام اذا بعد يضرب المانجا يعني. المكان يا جماعة ترى جدا جميل والجو بارد فنان. واخترت إفيان على أساس إني جاي هني، وفي منطقة ثانية إن شاء الله باكر بزورها. مني إفيان ساعة تقريبا، ساعة مش أكثر من ساعة. محلاتهم حلوة صراحة. هذه الماركة تعرفونها ولا لا؟ ما تخاف منه حمود؟ يلا مزنة روحي روحي لفي عند هذوها، لفي عنده سيري. ايوه من بعيدة تيابات. على قولة قرواش الإنسان لازم في أوروبا يأخذ خط، لازم ينزل الشيشة الشرة يتمشى وينزل الصغاري.
هذا واحد من فنادق المنطقة اللي بياخذ الليلة. هذا اسم الفندق. رايحين صوب التلفريك نبى يسمونه نشوف الثلج اللي فوق هناك. وديك لين الثلج اللي فوق، بس لازم تجي الساعتين. ريال بعد ذكرني السنة طافت، تذكر خلونا ساعتين ما تنزل قبل ساعتين. مشكور اللي ذكرتني، ما مشكلة بني الساعتين. حتى يبون استراحة بني استراحة. جماعة 50 عندهم هاي المنطقة زي ما خبرتكم، محلات عسكرية، محلات نظارات، محلات ملابس، جاكيتات. السياحة فيها ما شاء الله حوايد حلوة، جو بارد فنان. المنطقة قريبة من جنيف، قريبة من فيان، قريبة من أنسي، من أكثر مكان قريبة. شو المنطقة كيف؟ هذا وين يبرع ال وين يبنى هني؟ ياسين دور جاكيت حق هزاع، نسيني بلا جاكيت. بنشتري جاكيت حق هزاع بخلاف بنسير فوق. محمد شو تبه؟ أنا نظارة إيه؟ حق الثلج حق إيه؟ الحين حق بوتر حق ابو ظبي. حق ابو ظبي، نظارة الثلج حق ابو ظبي. إيه ممكن إذا بتجلس في الثلاجة، داخل الثلاجة بتحتاج لها النظارة. شو تبين مثلا؟ فوز خليني أشوفها. تبين ايس كريم؟ اوكي. اي واحد اي لون؟ اوكي يلا. هني التلفريك هذا مكانه. يقولكم بيودينا على ارتفاع 3842 متر. الشكل زحمة. للأسف ما مركب التلفريك لأنه محمد وهزاع ومزرة ما يدخلونهم، قالوا صغار ما يركبون. فخلاص بناخذ لفة بسيطة في شاموني، بنروح مدينة ثانية الحين إن شاء الله وبتشوفون معنا، بس المكان كله زحمة. يقولون الارتفاعات العالية مو بزينة حق الصغار، حق اليهال على أساس الأكسجين، فالصغار ما يدخلونهم في اللي يروح فوق ينزل. الحين الوجهة إن شاء الله على وين بنسير وين بنسير. تابعوني أخبركم، تابعوني أخبركم. مكان قريب بروح مدينة ثانية إن شاء الله. ريال جزاه الله خير، أبو علي مشكور، يقول كنت نازل من الشاموني هذه لازم تنتبه على الرادارات، لأن يكون السرعات مختلفة، مرة يقول لك 50 مرة يقول لك 90، فانتبه النزلة كلها رادارات. الشباب اللي بيسوق انتبهوا في النزلة. اللي سألوا عن الشاموني تابع لأي دولة؟ تابعه طال عماركم لفرنسا. هني يستخدمون اليورو وليس الفرانك. وقف بصورك محمد، لا تتحرك، اصبر بصورك. قص قص عليهم بصورك. وقف. سو شيز، قول شيز عشان بصورك يلا. لا وقف مو بتجلس. قول شيز شيز. اوكي صور. شو تبى انت الحين؟ لا وين الرمش اللي كان حينه؟
مواقف مجانية، شيء بفلوس وشيء بالمجان. حصلنا موقف مجاني، وقفنا السيارة. رايحين السيارة؟ رايحين مكان حلو. محمد تعال صورك، تعال. هاي طبعا منطقة شاموني. وصلنا الحين السيارة الحين خلاص، وإن شاء الله الحين بنروح المنطقة الثانية. أظني عرفت المكان صح؟ نحن طالت عماركم في أنسي. هذه أنسي تبعد عن شاموني 100 كيلو، وان شاء الله بنتغدى بنرويكم المدينة ان شاء الله. والله طلع الاسكريم غاوي قرواش، شوف هذا حق ابو فلاح، اهداء لابو فلاح. شوف ابو فلاح، شوف الاسكريم مال قرواش. اغلب المحلات مسكره في انسي. طلبنا سبوي تونه والامور طيبه. طبعا هذه انسي تبعد عن شاموني تقريبا 100 كيلو، اقل من ساعه تكون موجود. طفت على اوتليت حصلته مسكر والامور طيبه ان شاء الله. انسي يسمونها مدينه الرومانسيه، يعني هي ما زالت محافظه على طابعها القديم في الازقه وفي الممرات. بحيره عندهم ما شاء الله، بحيرتهم وايد حلوه. الحين بنحط فيها جولة عشان نحاول ناخذ لكم أكثر من صورة إن شاء الله. بطة معضد، هاي مكينة ياماها فور ستروك للبيع كان تباها. زينة عندهم احتفالات. عمود مزنة تعال تعال، يقولون شعورك ما ادري هم بيربعون وراك. وهي مكاين ايفر رود، هاي اللي اعرف انها البحر قدام. هاي الاول الحين ما ادري يبونهم ولا لا. المكاين هاي يقول لي بابا يا اخي اصبر يا اخي، ترى ياك يا اخي شغال عند ابوك انا ولا ايه؟ اليوم فريجنا ديون زحمه، اليوم عندهم سباقات زحمه، بعض الشوارع مسكره. قلنا بنسير شوي ليل المغرب خاصه سباقهم، خلاص بنسير.
حان الآن موعد المشي في أزغة أنسي. طيب كل كل شيء موجود ولا ماكن مرة كل شيء موجود حتى حنا يحنون لو تبع بعد هاي الزقة هاي مباني قديمة حلوة في مدينة أنسي شوفوا هذين ها شوفونهم هذا هاي قصدي وهذا مو مخليني اصور ذا طيب هذين ها شو رادين فريجنا فيان خلصنا من أنسي رادين فيان الجو جميل مدينة حلوة فيان فيان لا فيان حلوة فيان أنسي أنسي مدينة حلوة ما شاء الله قلنا حق الجي بي إس ودنا طريق مختصر شوفوا وين ودانا دخلنا في حواري وفي بيوت وفي بال طاو يا سلام طاو طاو مناظر طاو هذا مطعم مغربي لاصق في فندق فيان فندق هلتون تليفون وايد علق فيديوهات حصلتن وايد هو بنازله رديت سويت له مره ثانيه تنزيل كل ساعه هلكنا من كثر ما يعلق التليفون يمكن يوم لحد زعلان علينا ولا شو جالس فاضي وقلت بخربط عليكم شوي
اسئله وايد يتني، لميت تشي جمعت جمعت بخبركم. بعض مكاتب التاجير يطلبون الليسن دولي، الحمد لله انا عندي الهرتز ما طلبوا. في ناس شفتهم متضايقين لان طلبوا من الليسن دولي. شفت شباب الامارات او عوائل الامارات متضايقين يقولون عندنا حجز بس طلبوا منا الليسن الدولي. اظن يوروب كار، اتوقع يوروب كار لان كانت عدار الشركه اللي اخذتها يوروب كار. فانتبهوا اللي رايح عند يوروب كار ياخذ الليسن الدولي اذا طالب سياره. بخصوص الفيزا، اسئله من الفيزا، انا كل شيء شغال بالفيزا حتى هذا سالك الفيزا، بس عشان ما تحط فلوس ويرد لك الباقي حط الفيزا وروح دايركت مره اون تايم. البترول بالفيزا، الفنادق بالفيزا، كل شيء بالفيزا. السيارات الكبيرة الوقت هذا صعب تحصلهن على أساس أن وايد حجوزات عليهن، اللي حاجز من قبل يحصل، بس اللي مو بحاجز شوية صعبة. يحاول يدور أكثر من شركة، شوفوا الأكونوميك كار، اكتبوا الأكونوميك كار تحصلون فيه سيارات وايد أو يعطيك عروض وايد. بخصوص شو أقولكم الشرطة، صدقون ولا دورية شفت، ما خليت دار ولا دورية شفت قدامي. ما أدري الشرطة، ما عندهم شرطة يمكن، ما أعرف شو السالفة، يوفرون بترول يمكن عشان الأزمة، ما أعرف شو السالفة. أنا ولا دورية شفت للحين. أكثر من شخص طلب مني الجدول، يقول لي نزل لي جدول الرحلة. ممكن أنزل لكم الحين تفاصيل بسيطة لين ما خلص الرحلة، على أساس أني بنزلها آخر شيء، قلت بنزل كل شيء. إنزين بنزل لكم بعض الشغلات الخفيفة، مثل سمحونا الناس القدام اللي أنا من زمان أنتم متابعين رحلة كاملة، بس عندنا إضافات جديدة بنخبر الموضوع. طبعا خدت فرانكفورت هاي المرة العاشرة أقولها، على أساس أنه أرخص في التذاكر وعندهم سير متوفرة من بوظبي. طلعت من فرانكفورت رحت ديزلدوف، كان بإمكان أني أنزل في ديزلدوف وأكمل رحلتي، ولكن عندي الردة بنزل في فرانكفورت. صار تغيير في آخر لحظة أساسي، ما رتبت الأمور 100%. تقريبا خدت ساعتين في الطريق، سكنت في فندق الأنتر، فندق تقريبا أعطيه يمكن 5 من 5 أو 4.5 من 5، فندق جدا فنان وموقعه فنان عند شارع الملوك، وهذا عنوان الفندق اللي بيصوره. كانت ديزلدوف مش محسوبة في الحسبان كلش، مجرد أنك تريح وتأخذ فكرة وسجل فيها حضور. مشيت في شارع الملوك وفي عندهم مدينة قديمة مشيت فيها، وتمشيت يوم تريقت قدام الفندق في مطعم فنان تريقت فيه. وثاني يوم رحت، ثاني يوم طلعت من ديزلدوف رحت منطقة، رحت هولندا، منطقة اسمها ريرموند بتشوفون اسمها الحين، تبعد 60 كيلو عن ديزلدوف. رايح عشان الأوتليت، يرست تقريبا يوم كامل في الأوتليت اللي عندهم عدال الفندق. الفندق اللي سكنته كانت تجربة جدا جميلة فيه، يمكن أعطيه 5 من 5. الفندق عبارة عن سجن في 1882 مبناي، لين وصل عقب صار سجن مخدرات، وصار آخر شيء حولوه إلى فندق، حولوه إلى فندق أظني في 2009. بس كانت تجربة جدا جميلة، السلالم اللي موجودة فيه من 1800. عيبة بس الله يعزكم الحمام مكشوف دايركت على الحجرة، يعني ما في باب، بس كان فندق جميل وهذا عنوانه في هولندا. متعمد احط لكم الفندق بالايام بالسعر اساس ما حد يسالني كم السعر وكم خدته، السعر باين عندكم الفندق واسمي وكل شيء كوبي ونزلت لكم اياه. خدت يوم، ثاني يوم طلعت رحت بلجيكا تقريبا 150 كيلو تقريبا الى بلجيكا. عقب رحت طلعت من هولندا رحت بلجيكا تقريبا 150 كيلو بروكسل، حق اشوف بس الحلويات. يوم كامل كنت اكل حلويات، احوط بس اكل حلويات. جلست فيها يوم، جلست فيها يومين، حجزت في هذا الفندق. في بروكسل كان اول يوم حواطه، الفندق هذا بلازا فندق زين 4 من 5. الفندق ممكن قديم بس حجرة وايد واسعة، إذا أنا سوي لي أبجريد ما أدري إذا الحجرة الثانية. موقعه جيد وسكرتي تمام ووايد فنان الفندق صراحة، صح إنه قديم بس فنان. أول يوم زي ما خبرتكم لفة شارع هذا مال شارع التسوق،
لفه واكل حلويات بس اول يوم. عندهم المني يورب حلو حلوه، وعندهم ما سيارات او شيء، ما طيارات، متحف وايد فنان اذا بتروحوا له، بس انا ما رحت له صراحه، ما رحت له لان واحد من الشباب قال لي روح منطقه اسمها بروج، تبعد يمكن 90 او 80 كيلو عن بروكسل، بس يا جماعه منطقه جدا روعه صراحه، وايد اخذت فيها يوم كامل، وايد استانست. وان شاء الله هذا بنزلكم هذا اسمها المنطقه في بلجيكا. جلست ليلتين في بروكسل بلجيكا، طلعت من بلجيكا على باريس دايركت، الطريق تقريبا 3 ساعات، 3 ساعات وشوي، ممكن تطلعونه من جوجل. وحجزت في فندق اسمه الفندق، يبعد عن برج ايفل مشي 10 دقائق، ربع ساعة مشي، قدامك نهر. الفندق تقييمك تمام يعني ما شاء الله ما عليه كلام. بعد شو كان اول، كان اول يوم في باريس، لفه على باريس مشي يعني، مش لفينا اول يوم كان كل شيء مسكر، كان عندهم احتفال كل شيء مسكر. لفينا عند الشانز وهذا قوس النصر، بس مشي في المدينة تشوف باريس، الناس كلها تمشي في باريس. طبعا اليوم الثاني رحنا ديزني، ورحنا الاوتليت لعدال ديزني. ديزني وايد زحمة، حديقة زين حق الصغار بس وايد زحمة. بعد يومين في باريس طلعنا بالسيارة تقريبا 5 ساعات، 530 كيلو، لين افيان المكان اللي انا حين موجود فيه، واخذت فندق. طبعا وانا جاي امس من باريس نزلت في جنيف، شفتوا جنيف، يمكن ليلة حق جنيف يعني، حصلت شباب هناك، تغدينا تمشينا جنيف، سجلنا حضور في جنيف. جيت فيان، ليش فيان وماسكن في جنيف؟ فيان تبعد عن جنيف 30 كيلو تقريبا، فيان شوي اهدى يعني، طابع عليه الهدوء. احيانا اصلا برا تحس ان الدنيا فيها هدوء، وعسب اني اتنقل في مبوني حاط 3 اماكن وخليت مكانين. شفتوا اليوم رحت منطقة المونت بلانك شاموني، ورحت انسي اليوم، كاني قلت انا نانسي ولا شيء، وحم شاب يعلق علي يقول لي قلت نانسي، والله مضيع مالي اسمح لي. رحت شاموني، شفتوا هالمنطقة تبعد مني 100 كيلو تقريبا، وعقبها رحت انسي. انسي بلد جميلة يعني، كلها ما شاء الله سياحة، وشاموني حلوة بعد في الشتاء كلها ثلج، ما خلوني اركب التلفريك عشان الصغار، بني بروح فوق بس ما خلوني. السنه طافت ركبنا وصورنا في الثلج. باكر وين بروح؟ باكر ما بخليه مفاجاه لكم، بخبركم من الحين. باكر بروح زرمات ان شاء الله، توصل لين زرمات، توقف سيارتك تركب قطار يوصلك لين فوق، فوق ليبل، منطقه حلوه حق اليال. النيه باكر ان شاء الله زرمات، بحاول اطلع بدري على اساس اني اروح مصنع الشوكولاته في سويسرا. الزرمات 170 كيلو مني، انا اسبتي مختار المكان هذا على اساس اني اتنقل اروح ورد. 170 بس طريق جبلي، فتطول يمكن تاخذ لك ساعتين ونص فيه، لان الطريق جبلي. عقب توقف سيارتك وتركب القطار هذا ما ادري شو، وتكمل باقي بالقطار. بعد الرحله باقي تقريبا فيها يمكن 10 ايام، في اكثر منطقه بروحها. بباكر اخر ليله هني في افيان، ما ادري عاد، ما بخبركم وين بروح. بروح مكان يومين، بروح مكان يومين، بروح مكان يومين، بروح مكان يوم، كذي يعني موزع الرحلة. الرحلة هاي بحاول أغطي فيها أهم المدن وأهم الأماكن وأهم الأشياء. وشو بعد أقولكم؟ شو أقولكم؟ بس إني شكلي خلاص بروح أرقد، استخربط وايد يوم عليكم. بس إن شاء الله باكر على زرمات، وتحياتي لكم وتصبحون على خير. نسيت أقولكم، كل يوم أنزل الفيديوهات مال اليوم نفسه، آخر الرحلة برفع عن كلنا على اليوتيوب، وبعطيكم رابط اليوتيوب اللي بيتابع يستفسر ويشوف عنده تصوير كامل إن شاء الله. بعدين السفرة العائلية شوي صعبة يعني، ما تروم تصور كل وقت، في أشياء كثيرة ما رمت أصورها. محمد ما شاء الله مزن، اللي متعلق مني واللي متعلق مني واللي شلني معاك واللي ما رم أمشي، فمش ماخذ راحتي هذا التصوير 100%.
صباح الخير جميعا، صبح عليكم. غيرنا الجدول شوي، ليش؟ لأن طال عماركم إذا رحنا زرمات ساعتين ونص رايح ساعتين ونص جاي، فبيضيع اليوم غير الشغلات اللي هناك بنسويهن. يعني عندي هني حوالين بيان وجنيف يمكن 4-5 أماكن ما يتم موجودات مخزنين عندي في الجي بي اس، فإذا رحت هناك بتضيع السالفة كلها. فأنا اليوم بحاول أخلص 4-5 أماكن هي عندي، وأنا منتقل المدينة الثانية احتمال أطوف زرمات عقب أروح المدينة اللي أنا رايح لها إن شاء الله. أنا أشوف هالسيارة من أمس يشرشونها، مسوي لها شرش، ما أدري إيش الكهرباء هذه، ولا نص كهرباء ونص بترول، شونها؟ من أمس يشرشون هالسيارة. ذاب عني التليفون التصوير، صورت ربعنا اللي جابوا المركز الأول في السباقات البحرية. الجماعة يسوون تشيك أوت الحين، وسلمنا عليهم ومبارك لهم على المركز الأول. والتليفون ما ذبحني التليفون. بنشوف المغربي كان فاتح بنتريق عنده، طاجين بيض بنتريق عنده.